الدعاء ينقسم إلى قسمين. معنا ندغول نون ديوانغال نفتي بيتي ديدي. دعاء عبادة. كل عبادة تصرف لغير الله فهذا الشرك أكبر. كمن صلى وصام وحج لغير الله. معنا نون الدعاء ندغول ورانغول نون الدول كنا الله سبحانه وتعالى صفة أم هورو ولا وحج كنا الله سبحانه وتعالى. الثاني دعاء مسألة دعاء طلب أطلب منك شيئا أقول أعطني كاسة ماء مثلا. ما نون إيمون الدعاء أم صفة لندا قول ني إنه قول هو أرق لونه كاري ولا إنه هو كاري. هذا ينقسم إلى قسمين دعاء المسألة دعاء الطلب أن أطلب من المخلوق شيئا لا يقدر عليه إلا الله هذا هو الشرك الأكبر مثل مرأة تأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم تطلب منه الرزق إنزال الغيث هذا لا يقدر عليه عليه الصلاة والسلام وهو حي فما بالنا وهو ميت. جون نون إيمون أن فتى بتي ديدي لندا قول كنيوم دكبير قول جون نون ستايوني أوتيجي لانديكي هون انا هورما واواتاني هون سونا الله سبحانه وتعالى اوندونكو شيركونا سيفا اروكا قبر النلا صلى الله عليه وسلم ورا ايتورا غول جون نلا هورم واوا نال ما ورا غول دي هون هراي كو ورا نلا صلى الله عليه وسلم اتيسيك. الثاني ان اطلب من المخلوق شيئا يقدر عليه هذا يصح بشروط اربعه. اما نوني دي مو دابير غول دي مونغول دابيران اوتاغو اندنا هورما اوتاغو سيفا مارا كوندون نون لاندي بيتشي شارتي جي ناي ان يكون الطلب من حي لا من ميت. ده وانت أمور أبيرتا هرا نتو هي موري ونا نتو مايدو. أن يكون الطلب من حاضر لا من غائب. يعني لا يمكن أن أكون هنا أنا في أفريقيا ويأتي إنسان ينادي الولي الذي في الهند مثلا. ما أنا كار هرا أم كاري أم موتون أبير دينغال بلال لهم هي متيوي. أن يكون الطلب من قادر لا من عاجز. يعني لا يمكن يكون إنسان مشلول وأقول له أعطني كاسة ماء. هرا كاري أم أبير هرا كنيم كاري كنتو أنا نهورما هي مواوان ونا نتو باراليز هاجري إن لا يدبر هون النواوات. الرابع نعتقد أن هذا السبب لا يضر ولا ينفع والذي بيده جلب المنافع دفع المضار هو الله سبحانه وتعالى فلا أتعلق إلا بالله. فلي تاكر وندما إنو نجدو فب كسبب جتنو كنن الله ونغوتو كنكو وني أوكو كنكو وني هدروا هاري هاناندم يويتو تقول الله سبحانه وتعالى. مثل الدعاء الاستعانة أقول لك أعني في حمل هذه الطاولة أعني في حمل هذا الكرسي يصح؟ نعم يصح بهذه الشروط الأربعة. نجي يا مؤلون كاري هندوم ولي نورغول ولي نورغول دواء إن دنتان كسيفة مارا ولي نورام كنن كو بشارت جي تنتم. نعم إنسان غرق في البحر ويناديك أنت على الشاطئ يقول أغثني هل يصح هذا؟ يصح بهذه الشروط الأربعة. سيفة نتو يولي أجوني كمايو دواء مرابير ربالل كنن هن نتابير رمغا بالل إدي شارت جي ودي أرد دو. يأتي طالب إليك ويقول لك اشفع لي حتى أكون طالب في الجامعة الإسلامية هل يصح هذا؟ يصح بهذه الشروط الأربعة. نواي أرد إن من فعل هذا ولي ترعلم سيفة هن ولي ترعلم يتي نو كير كاري مجانغا دو نواي سلو دو كنن كو بي شارت جي نايتما. نعم اختل شرط من هذه الشروط الأربعة ينتقل هذا من الحكم من الجواز إلى الشرك والله أعلم. ستايتو وني جوني تابيرغو بالانغال دون يالتي شارتي دي حالا ناي دو هاري انكا نياورني اي واي دون امور دكو داغينو يا هانكا امور شركان الله سبحانه وتعالى.